يا سيادة محافظ، إمبراطورية التوك توك اسمها كده مش كده في الجيزة؟ لا من المحافظات اللي هي من أكتر محافظات اللي فيها نسبة كبيرة من التوك توك. لا مش من أكتر، هو طبعا التوك توك دي مشكلة يعني منها المواطن المصري، بس واقع موجود للأسف. مش هنخش في أسبابه أو إيه اللي وصلنا للدرجة دي، وبضع في محافظتين في الوجه البحري من أول ما بدأ ثم انتقل بقى لبقية المحافظات. يعني موجود عندنا في الجيزة موجود، لكن محظور التوك توك. أنا الجيزة من أول المحافظات اللي رخصته قبل أنا ماجي وتولى، كان أيام الدكتور علي عبد الرحمن عندنا موجود مدير مباحث ومنسق مع سيادته، ورخصنا التوك توك وفتحنا وحدة ترخيص في الوراق لترخيص التكاتك. وصل عدد عندنا عدد كويس دلوقتي المرخص، في مش مرخص في تكاتك بدون لوحات معدنية موجودة. لكن حملات المستمرة بمعرفة ضباط المرور والأحياء مسألة مستمرة وبيتخذ الإجراء القانوني قبله. لكن زي ما قلت لحضرتك دلوقتي الشوارع الرئيسية لا. ممكن مواطن مرة شاف توك توك في شارع رئيسي، ده يقول لك تكاتك في شارع كذا. يعني شارع الهرم ما فيهوش تكاتك؟ لا شارع الهرم الرئيسي لا. هو هقول لحضرتك على حاجه، ولا عاملين موقف في شارع الهرم؟ لا 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 خالص، ناحيه كوبري كده ناحيه حسن محمد ولا؟ لا 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 هقول لحضرتك. ولا الليل كذا الليل زمان ده؟ لا لا هو لسه موجود ولا اتهد؟ لا لا ما بيشتغلش دلوقتي خلاص. نصر الدين هو. ايوه هو احنا عندنا التوك توك اللي حضرتك بتتكلم عليه دلوقتي، انا احصرهم لحضرتك تحديدا. يعني عندنا في نصر الدين واحنا طالعين من نفع الهرم على يمين حضرتك، اللي جايين من بلاد دكرور بيقف عشان بيلف ويرجع. انما بيخش شارع خالص. نعم ماشي. لا ده قرار ممنوع ولا؟ لا ممنوع قرار يا فندم، ممنوع. تصريح برضه محافظين سابقين، يعني مش بقول لك قرار انا يعني. وما زال مطبق قرار وبنطبقه يعني. عندنا في عثمان محرم على الناصيه وبيلف ويرجع. شارع المحولات على الشمال ايضا ماشي بيطلع ويلف ويرجع. قدام في زغلول، شارع زغلول اخر شارع الهرم في مشعل بيلف ويرجع. انما توك توك يمشي في شارع الهرم رايح جاي لا طبعا. موجود الخدمات المرورية ضباط وامانه. جامع الدول يبقى عندي توك توك ولا في البطل احمد عبد العزيز؟ لا بشوفه انا في جامع، والله بشوفه في جامع الدول يا فندم. ده جزء ولا يبقى صدفه كل ما عدي كده الاقي حد بيعدي حضرتك؟ يعني احنا بنتكلم مثلا المناطق الراقيه دي بتاعتي متاخم ليها بعض المناطق الشعبيه. عندي ارض اللواء موجود قصادي، من عندي الشقه 7 8 مليون جنيه، وقصادها الناحيه الثانيه بناء بالسكه الحديد، عيشه وعماره وشقه ايجار قديم او جديد بالشيء الفلاني. دي منطقه ودي منطقه. 100 عقبه ما جوه جوه المهندسين يعني. نعم. عزبه اولاد على لما جوه الدقي يعني بعض المناطق. لا ده ان انا اذكر اسامي يعني. ودي من المناطق اللي زي ما بقول لحضرتك عليها مثلا عايزه تطوير وعايزه شغل كتير يعني. يعني 100 عقبه وارض اللواء النهارده احنا بنتكلم في الوكاله الفرنسيه في حوالي 7 مليون يورو. ان شاء الله يعني ده الشغل واحنا بدانا. ف 100 عقبه وارض اللواء.